مين الشخصيات في مصر الرياضية اللي حضرتك بتحتفظ بعلاقات قوية جدا بيها؟ هناك مجموعة من اللاعبين القدامى الذين حتى أتيحت لي الفرصة للعب معهم هنا في مباريات حبية زي مين؟ زي جمعة وائل جمعة، والحارس عصام الحضري. الحضري، والتقيت بمجموعة من الإخوان الصحفيين هنا وكانت لقاءاتنا طب حبية. والمسؤولين بقى المصريين عن الكرة وعن الرياضة؟ وأنا التقيت، أنا قلت لك علاقتي مع الأخ هاني دامت لسنوات وتدوم اليوم الحمد لله لسنوات، وكان فيه أكثر من تنسيق كروي، بل قلت بأن العلاقات تجاوزت، نحن علاقاتنا أخوية في كل المواقع سواء من الفيفا أو داخل الكاف. ولم، وهذا هو اللي، هذه قناعتي الراسخة وهذا هو الواقع الذي عشته، أنه لم يحدث في أي وقت من الأوقات أن كان في ذهني رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أو أحد أعضاء الاتحاد المغربي أو أي مسؤول رياضي مغربي أن يسيء أو حتى يفكر في الإساءة لأحد النوادي أو للكرة المصرية لسبب بسيط، لأن التاريخ الذي يجمعنا أكبر بكثير من هذه اللحظات الكروية. بما ان حضرتك بتتكلم عن التاريخ بين مصر والمغرب والمنافسات، بتشوف ازاي حضرتك دايما المنافسه بين مصر والمغرب سواء على مستوى المنتخبات او الانديه؟ يا سيدي، انا اقول دائما بان مسار كره القدم وكباقي المسارات وباقي المجالات الاخرى فالمنافسه هي التي تفرز التميز والتطور. بدون منافسه لن يكون هناك أي تطور. مزبوط. مصر والمغرب إلى جانب دول أخرى لعبت دورا رياديا في هذه المنافسة، بس دايما مبارياتنا ومنافساتنا مع بعض جماهيريا وإعلاميا بتاخد شكل كبير، تاني شكل كبير طبعا. وهذا الذي يميز اليوم هذه المنافسات. أقول لك اليوم أن المباريات التي تجمع في الأندية بين نوادي شمال أفريقيا تكون دائما متميزة بحضورها الجماهيري وبمتابعتها الإعلامية وبمستواها الفني فعلا، وعلى مستوى المنتخبات أيضا. ما أتذكر أن حتى لما كنت طفلا متابعا لكرة القدم وللمباريات، أن إحدى مباريات المنتخب المصري والمغربي سواء في مصر أو في المغرب مرت دون هذا الاهتمام وهذا تدين المتابعة المتميزة. وما أتذكر أيضا منذ طفولتي أن هذه المباريات لم تطبعها الروح الرياضية، بل كانت العلاقات الأخوية بين اللاعبين عبر الأجيال حاضرة والحمد لله. المنافسة في الملعب، المنافسة تبقى قوية جدا. وأنا لما تحدثت لك على الـ على الـ على الـ على اللاعبين القدامى، فأنا كنت تكلمت كثيرا عن مجدي عبد الغني وتحدثت لي كيف لعب وكيف كانت خطته يعني لمراقبة اللاعب عزيز بودربالة، والحمد لله كنا ملتقين هنا هذا في هذا المركز، لعبنا مباريات في جو أخوي، وأعتقد بأن هذا هو البناء وهذا هو التطور وهذه هي يعني الأمور التي يجب أن تخدم الأجيال وتخدم كرة القدم عبر مساراتها. بمناسبة حضرتك اتكلمت عن هذا المركز، أنا عايز أهنئك، أنا عايز أهنئك على هذا الصرح الرائع، يعني حاجة تحفة. وانا بالمناسبه انا بالمناسبه لاضعك في الاطار هذا الصرح الى جانب مجموعه من البنيات التحتيه الرياضيه، فهذا تصور استراتيجي يقوده جلاله الملك نصر الله طبعا في مسار تنموي شامل. الحمد لله انتم الاخوه المصريين زرتم المغرب وزرتم مجموعه من المدن المغربيه وستتاح لكم الفرصه لفعل هذا. هذه التنميه يعني تشمل جميع التراب الوطني ومختلف المجالات، وكان لابد أن تكون كرة القدم في بتحظى بجانب تماما ضمن هذا التصور الاستراتيجي تمام. وهذا الصرح اليوم يجعل أن كرة القدم الوطنية تتوفر على إحدى المراكز الأفضل عالميا إن لم يكن الأفضل. الحمد لله ما شاهدناه النهاردة بصراحة حاجة رائعة، كم الملاعب حتى الملعب الرئيسي بتاع تدريب المنتخب الأول، فندق المنتخب الأول غير فنادق المنتخبات الأخرى، كم ملاعب التدريب حتى في ملعب مغطى أعتقد لو الطقس الأمور تمام. صعبة تمام. ملعب معمول، يعني حاجة ما شاء الله، في مستشفى في يعني فعلا هو مركز يجيب مركز رابع على مستوى العالم. بارك الله فيك سيد، بارك الله فيك، ونتمنى إن شاء الله أن هذا المركز وفي إطار هذه العلاقات الأخوية مع الاتحاد المصري أن يكون فيه
تعاون حقيقي ريت. خاصة في الفئات العمرية الصغيرة هنا وفي القاهرة مصر وفي مختلف المدن المصرية، نصر. وهذا هو التجسيد لتصور المستقبلي إن شاء الله.